الواد كده ليه؟ ليه يا بابا؟ ارفع عن الواد يا بابا. هو في ايه اللي حصل؟ بيني اهدي يا سلطانه. اهدي سلطانه. اهدي دلوقتي لحد ما اشوف في ايه. ممكن افهم فيها يا باشا؟ انا اسف جدا يا سلام، احنا مضطرين ناخد جابر في دار الرعايه. يا باشا بس ده علاقته بالاسم. للاسف في محاضر كتير جدا في الاسم وبلاغات في الشؤون بانها بتعذب الولد. بعذب ايه؟ اهدي دلوقتي اهدي. والنيابه قررت انها تحافظ على الولد وتحقق في الموضوع، ولازم بكره سلطانه تكون موجوده الصبح في النيابه. ده مش هيحصل. وحضرتك فاهم طبعا. ماشي يا باشا، دي بلاغات كديه يعني. انا ما كنتش مصدق اصلا، بس ده قرار النيابه ولازم يتنفذ. قرار النيابه. مفيش حل تاني يا باشا؟ لو في حل كنت عملته قبل ما اجي. يلا سيب الولد. استني دلوقتي. اهدى يا بابا. اهدى يا حبيبي، ما تخافش، مفيش حاجه. يا سلام انت هتسيبه؟ اهدى يا سلطانه، مفيش حاجه. قرار من النيابه وهيطلبوا التحقيق وخلاص. تحقيق ايه؟ ده حته عيل صغير هيعمل ايه ده يا اختي؟ والموضوع ده كله متدبر يا جماعه عشان يقولوا ان انت بتعذب الواد. مغرز السلطان وانا اخرجك منه. مش عايزك تقلق يا حبيبتي. ماشي يا سلام. والله وجود المدام هنا اصلا استثناء عشان حضرتك، بس خروج الولد النهارده صعب. مش هيحصل، ابني هيبات في حضني. لو ابنك فعلا ما تسيبوش يحصل فيه كل ده. ايه كل ده؟ شويه عيال واتخانقوا في الشارع. انا لو كنت شفتهم كنت قطعتهم بسناني. حتى ده برضه اهمال، ومسؤوليته بتقع على الام البديله. جابر كده كده خارج، وانا اقدر اضمنها انها تروح معاه، وده طبعا عشان مصلحه الولد. حضرتك البلاغات مرفقه بصور، وبتوع الفيسبوك ما بيرحموناش، فلازم نضمن حاجات كتير قبل الولد ما يخرج. سلطانه انا حاولت اوصل لحد من النيابه عشان اطلع اذن لجابر انه يخرج النهارده، بس ما قدرتش. اوعدك ان بكره الولد هيبقى في حضنك. مش هيحصل سلطان، لازم نستحمل الوضع اللي احنا فيه. بكره الولد هيبقى في حضنك. ايوه يا شريف باشا، انا موجود هناك دلوقتي. الموضوع اللي حكيت لك عليه هي معاك دلوقتي. اتفضل. مين معايا؟ استاذ شريف؟ انا عارفه، بس مفيش حاجه في ايدي اعملها. هجيب الولد واجي، بس الصبح يبقى في النيابه.